مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله. إليكم ملخص الأحوال الجوية المتوقعة. نتوقع درجات حرارة أقل من المعدل يوم الأحد وأجواء لطيفة بشكل عام أثناء النهار، لكن اعتبارا من يوم الاثنين تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. أما القراءات التي تمثل درجات الحرارة، نلاحظ أن المملكة ستكون تحت تأثير كتلة هوائية لطيفة من حيث درجة الحرارة والرطوبة تمثل اللون الأصفر، وتدريجيا هذه الكتلة تتحرك إلى الشرق والشمال الشرقي، وبالتالي يوم الاثنين يبدأ ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة. الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة، أجواء تميل إلى البرودة خاصة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر. أيضا نسبة الرطوبة النسبية مرتفعة في الجو بتوصل حوالي 93%. هناك تكون للشابورة وضباب خفيف في بعض المناطق الجبلية، هذا يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. أما الأحوال الجوية المتوقعة خلال الثلاثة أيام القادمة، يوم غد الأحد بتكون درجات الحرارة أقل من المعدل، أجواء لطيفة بالنهار تميل إلى البرودة ليلا مع ظهور بعض السحب خاصة في مناطق المرتفعات الجبلية وأيضا المناطق المرتفعة، ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 22 درجة مئوية، أقل من المعدل بحوالي 5 إلى 6 درجات مئوية، والصغرى بتكون 15 درجة مئوية، تميل إلى البرودة الأجواء بعد منتصف الليل. يوم الاثنين ارتفاع على درجات الحرارة قليل، لكن يومي الاثنين والثلاثاء تبقى الأجواء لطيفة بالنهار تميل قليلا إلى البرودة ليلا. أما الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المناطق المختلفة، المناطق الشمالية إربد 25-17، عجلون 25-15، جرش 25-16، المفرق 25-15 درجة مئوية. المنطقة الوسطى أجواء لطيفة في النهار تميل إلى البرودة ليلا، البلقاء 23-16، مأدبة 22-15، عمان 22-15، الزرقاء 25-16، البحر الميت درجات حرارة أقل من المعدل 31-24، والمنطقة الجنوبية أيضا أجواء لطيفة نهارا تميل إلى البرودة ليلا، الكرك 23-15، الطفيل 22-16، الشراح 20-13، العقبة أجواء وحرارة أقل من المعدل 31-23، إمعان 25-14 درجة مئوية. أما المنطقة الشرقية أجواء معتدلة نهارا لطيفة ليلا، الأزرق 28-16، الصفاوي 28-16، ورويشد 27-15 درجة مئوية. مشاهدينا شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.